الآيات وأسمى آيات العلا المقرونة بالمحبة والوفاء والإخلاص الدائم والمستمر في تعلق بأهداف العرش العلوي المجيد زاده الله تعالى عزا ورفعة وشروخا. يتقدم يا مولاي خادم الأعتاب الشريفة محب الجناب المولوي السامي نبي ماطا أصالة عن نفسه ونيابة عن ممثل الجمعية العالمية العرسية للعمل الاجتماعي والثقافي برفع أنبل آيات الشكر وعديم الامتنان على الرعاية المولوية السامية للدورة العاشرة للمهرجان الدولي ببروكسل ماطا الذي تختتم فعاليته اليوم يا مولاي والتي شكلت فضاء خصبا لفتح باب حوار الثقافات من منظور تراثي انساني خالص تسخر به المملكه العربيه الشريفه. حاولات التراث اللامادي للاقاليم الشماليه وعلى راسها يا مولاي رياضه ماطا للخيل والفرس الذي له ارتباط روحي يعود اصله الى مقام القدس مولانا عبد السلام بن مشيش قدس الله سره.